انكسر. طبعا رديت قالوا لي مكسور. المهم شوفوا شنو جاي لي هديه نون. يعني انا البوكس الاصفر كان من زمان بخاطري يوصل لي، لان هو بس بالسعوديه والامارات ومصر. فالحمد لله ان اخيرا تحقق حلمي ووصل لي بوكس نون. واصلني سماعه بجربها. وشنو بعد؟ الله، كولكشن نية، هذا كان من زمان بخاطري اجربه. اعتقد هذا كولكشن المسك مالهم. إن ما بطلت البوكس الثاني لان البوكس هذا حق فرح. ثانك يو نون، مشكورين وايد. من الابلكيشنات اللي احبها. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.